بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله دروس الرياضيات للصف الثالث الابتدائي المنهج المصري الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2015-2016 معاكم ناصر سالم. احنا زي ما قلنا احنا شغالين في وحدة الهندسة اللي هي الوحدة الرابعة، وحدة الهندسة، وده يعتبر الدرس الرابع. احنا شرحنا 3 دروس، ده الدرس الايه؟ الدرس الرابع. الدرس الرابع تحليل شكل الى اجزائه واعادة تركيبه. واعادة تركيب يعني انت اقدر احل شكل الى اجزائه واقدر ايه اعيده، اعيد تركيبه، اعيد يقول لي كل فيما يلي 3 أشكال يمكن تجميعها بطرق عديدة للحصول على تشكيلات مختلفة، الحصول على تشكيلات مختلفة. يعني الشكل ده مثلا ممكن أحط المثلث أهوت فوق وأحط المثلث على يديني الشكل ده، ممكن أحط المثلث ده فوق وواحد على الجنب كده عشان أحصل على الشكل ده، ممكن أحط المثلث واحد الناحية دي واحد الناحية دي عشان أحصل على هذا الشكل. ده يقصد إيه؟ تجميع شكل، تجميع شكل من عدة أشكال، تجميع شكل من عدة أشكال. طيب هنا السؤال بقى بيقول لي فيما يلي 3 مثلثات متطابقة. يعني إيه 3 مثلثات متطابقة؟ يعني قد بعض. إذا علمت أن كل شكل من الأشكال الآتية يتكون من هذه المثلثات 3 وذلك بتجميعها في أوضاع مختلفة، ارسم قطعتين مستقيمتين داخل كل شكل بحيث تقسمها إلى المثلثات 3. يبقى أنا عندي إيه؟ هنا مثلا، هنا ال 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 عايز قطعتين فقط بالمناسبة. يبقى أنا لو رسمت ده كده يبقى ده اول شكل عندي، اول مثلث عندي. طيب ورحت قاسم المربع اللي موجود عندي ده او الشكل الرباعي ده الى بقى عندي ده 2، يبقى ده وده الشكل او المثلث الثالث. طب دول نفس الفكرة هنا، ادي اول مثلث. طيب بعد كده ممكن تعمل كده تقسم المتوازي الاضلاع ده الى مثلثين، بقى عندي 3 مثلثات، ادي اول مثلث، تاني مثلث، تالت مثلث. هنا هنعملها ازاي في المثلثات المتطابقة؟ عايز قطعتين مستقيمتين بالمناسبة، قطعتين فقط، قطعتين مستقيمتين فقط. نعملها ازاي؟ يبقى ايه كده يعني؟ يعني احنا لو ايه، لو نصفنا دي كده هتبقى واحد الشكل كده والشكل التاني كده، يبقى ده اول مثلث وده تاني مثلث وده تالت مثلث، بحيث ان طول الضلع ده هيساوي طول الضلع ده. معلش يعني انت النقطة اللي هتاخدها هنا تكون في المنتصف وترسم قطعة منها كده وقطعة تاني كده، هيديني 3 مثلثات. نفس الفكرة هنا، يبقى هنا ايه؟ ادي اول قطعة وادي تاني قطعة، بقى عندي 3 مثلثات، ده المثلث الاول وده المثلث التاني وده المثلث الثالث. خلاص ده الدرس الثاني، ودرس بسيط جدا، وحتى الدرس الرابع، حتى الدرس الخامس درس بسيط ايضا، وبيتحدث عن الانماط البصريه. احنا خدنا قبل كده الانماط العدديه. يعني ايه الانماط العدديه؟ لما اقول لك مثلا الشكل التالي، بقول لك مثلا 2 بعدها 4 بعدها 6 بعدها 8، يبقى ايه النمط هنا؟ ان بزود 2 في كل مرة، يبقى ده بسميه نمط عددي. النمط البصري بقى بيبقى نفس الشكل بس التكرار بيبقى اشكال مش ارقام، التكرار لاشكال مش ارقام. يبقى انا بشوف ايه في الاشكال اللي بتتكرر ايه. هنا بيقول لي ايه؟ دايرة، بعد كده مربع، بعد كده مربع دايرة، بعد كده مربع مربع، بعد كده دايرة. يبقى عندي تكرر في ايه؟ 3 خطوات. يبقى دايرة ومربع، بعد كده مربع دايرة وخليها دايرة ومربعين، دايرة يبقى شكل صح كده، يبقى دايرة ومربعين، دايرة ومربعين. بيقول لي صف هذا النمط
في كل حالة، ثم أكمل برسم الأشكال التالية تبعا لنفس النمط. المجموعة الأولى يبقى أنا عندي دايرة ومربعين، أدي دايرة يبقى أنا هبدأ بإيه هنا؟ بمربعين، أدي مربع وأدي مربع، بعد كده دايرة، بعد كده مربعين، ادي مربع وادي مربع، بعد كده دايره وهكذا. يبقى انا ايه؟ دايره ومربعين، بدأ بدايره وبعدها مربعين، دايره ومربعين، دايره ومربعين. طيب هنا مثلث صغير، بعدها مثلث اكبر منه، مثلث صغير ومثلث اكبر، مثلث صغير مثلث اكبر، يبقى مثلث صغير بعد كده مثلث ايه اكبر منه اللي هو اضلعه زرقاء اللون دي، بعد كده مثلث صغير ومثلث اكبر منه، مثلث صغير ومثلث اكبر منه، وتلاحظ ان الاضلاع زرقاء اللون فتحط اللون الازرق. هنا مثلث ومربع، مثلث ومربع ومثلثين ومربع، ايه الشكل ده؟ يبقى انا مثلث واحد ومربع، بعد كده مثلثين ومربعين، بعد كده ثلاث مثلثات، هيبقى كام مربع؟ صحيح كده، يبقى ثلاث، يبقى انا ايه احاول كده، يبقى ثلاث مربعات، يبقى ثلاث مربعات. اللي بعديها هيبقى اربع مثلثات، اربع مثلثات واربع مربعات واربع مربعات وهكذا. يبقى انا بخلي بالي عن الشكل اللي بيتكرر، بخلي بالي من الشكل اللي ايه، من الشكل اللي بيتكرر. طيب نشوف نموذج تاني. طيب المجموعة الرابعة هنا ايه؟ دايرة، بعديها دايرة فيها خط في المنتصف، بعد كده مربع، وبعدين مربع خط في المنتصف، بعد كده دايرة ودايرة وهكذا. يبقى ايه الناتج هنا؟ ده هيبقى ده ايه؟ مربع، بعد كده مربع في المنتصف، مربع فيها قطر في المنتصف كده، بعد كده ايه؟ دايرة، مربع في المنتصف، مظبوط، بعد كده دايرة، بعد كده دايرة وفيها قطر في المنتصف، بعد كده مربع عادي، وبعد كده مربع وفي قطر في ايه؟ قطر في المنتصف وهكذا. يبقى الايه النمط اللي بيتكرر؟ ايه الاربع اشكال دول هم اللي بيتكرروا، الدايرة والدايرة اللي فيها قطر والمربع والمربع اللي فيه قطر. طيب هنا الشكل دايرتين سود فوق بعض، بعد كده دايرتين دايرتين، بعد كده ثلاث دوائر اربع دوائر، يبقى انا عندي ايه؟ خمس دوائر لازقين في بعض طبعا، وبعديها ست دوائر، ست دوائر لازم، وبعديها سبع دوائر وهكذا. هنا مربع، بعد كده ثلاث مربع، مربع وبعد كده ايه؟ حطيت جنبيهم مربعين، بعد كده حطيت جنبيهم ثلاث مربعات، بعد كده احط ايه جنبيهم؟ اربع مربعات، وهكذا بعد ازود خمس مربعات لفوق، فوق بعض يعني، خمس مربعات يعني زي كده، يبقى كده ايه؟ خمس مربعات فوق بعض بهذا الشكل. يبقى مربع، بعد كده جنبيه مربعين، رصيت جنبيه مربعين، بعد كده رصيت جنبيه ثلاث مربعات، يبقى النمط البصري اللي موجود عندي. المجموعة اللي بعد كده دايرة، بعد كده كام؟ أربع دوائر، بعد كده كام دايرة دول؟ تلاتة في تلاتة بتسع دوائر، يعني إيه؟ يعني اتنين في اتنين، هنا ده واحد في واحد، اتنين في اتنين، بعد كده تلاتة في تلاتة، بعد كده يبقى كام؟ أربعة في أربعة. أربعة في أربعة، بعد كده هيبقى خمسة في خمسة، بعد كده هيبقى وارسم الدوائر، يعني ايه انا اقصد خمسة في خمسة، خمس دوائر كده وخمس دوائر كده، يبقى عندي 25 دايرة صغيرة، بعد كده ستة في ستة يعني 36 دايرة صغيرة. يبقى الشكل اللي عندي ايه؟ الشكل اللي عندي يعني ده واحد في واحد، بعد كده اتنين في اتنين، تلاتة في تلاتة، أربعة في أربعة، خمسة في خمسة، ستة في ستة وهكذا. ده اللون ده موف اهوت كده، يبقى ده ايه؟ ده شكل مثلا نقول متوازي اضلاع، متوازي اضلاع باللون ده، بعد كده متوازي اضلاع اصفر، بعد كده اتنين
باللون ده، بعد كده اصفر، بعد كده ثلاثة باللون ده، يبقى اللي بيزداد ايه؟ اللي بيزداد المربعات اللي هي الموف ديت اربعة، هيبقى اللي بعدها اربعة ومربع ومتوازي اضلاع اصفر، بعد كده خمسة ومتوازي اضلاع اصفر، وهكذا. المجموعة التاسعة، واحد أخضر واحد أصفر، اتنين خضر واتنين صفر، تلاتة خضر يبقى تلاتة صفر، وهكذا. أربعة خضر هيبقى أربعة إيه؟ أربعة صفر. دي بسميها الأنماط البصرية، الأنماط البصرية. درس درسين دول في منتهى السهولة، مفهومش أي شيء. أتمنى إن شاء الله يكون استفدت وتحل الأسئلة اللي موجودة عندك في الكتاب. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.